Bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, on va présenter. النهارده هنقدم لكم le devoir. الواجب اللي عندك بتاع المحاضرة الكاتريام والسانكيام، المحاضرة الرابعة والخامسة، عشان مش لنا حجة. الباقي احنا بنحله مع بعض في الكور في الحصة، والباقي يا اولاد احنا بنحله على اليوتيوب عشان تعرف تتابع معايا. طيب بقية الواجبات، بص بقى. طلبة بتوع الاونلاين انا كده هعمل لهم ان شاء الله الواجب على برضو المنصة او على اللي هو الواجب على اليوتيوب، وبننزل كل فترة الامتحانات برضو المراجعة اللي احنا عملناها في كل السناتر نزلناها على اليوتيوب يا جماعة، وبننزل لك الامتحان اللي هو كان بتاع محمد صلاح والجزء اللي هو الباقي وكلام من ده بتاع اللي هو بيبو وكلام من ده. عاوزك تركز معايا النهاردة، نشوف مع بعض كده واجب المحاضرة الرابعة عندك على الشكل التالي. مكتوب فوق في العنوان كو بونسيفو دو محمد صلاح. هنا بونسي مش معناه يفكر، ما رايك في محمد صلاح؟ عندنا النهارده مكتوب ايه؟ دي جان شباب دون لي زافي سور انترنت، شباب بيعطوا رايهم على الانترنت. النهارده عندي مارك، عندي جورج، عندي ماكسيم، عندي توماس، كل واحد فيهم بيتكلم على محمد صلاح. بيقول له ستان بون جوور، ده مارك بقى بيقول ايه؟ ستان تري بون جوور، انه لاعب جيد جدا. إلا ماركي دي بوت دو ماتش، هو أحرز هدفين في المباراة كونتر لو كونغو، ضد الكونغو، ديمونش الأحد، لو 9 أكتوبر 2017. طبعًا أنا بحاول أجيب لك قطع أو وثائق متعلقة بالتواريخ عشان دي مهمة عندي. طيب تاني واحد اسمه جورج بيقول إيه؟ جراس لوي بفضله ليجيبت فار تورني، مصر سوف تعود دار لو فوتبول انترناسيونال لي في الكره الدوليه ابري بليزيور اني دابسونس، بعد غياب سنوات عديده. ثالث واحد عندي ماكسيم بيقول ايه؟ وي تو يا ريزون، نعم انت على حق، ليجيبت اجوي، مصر لعبت او مونديال في كاس العالم دو فوا، مرتين، مره سنه كام؟ اون 1934 عام 34 et en 1990 سنة كام؟ 90. اون ايطالي في ايطاليا، اي الفا جوي، وسوف تلعب اون روسي في روسيا اون 2018. توما او توماس، ستين بيرسون مانيفيك، انه شخص رائع. il travaille dur، ويعمل دور بجد. il est fan de Zidane، هو موهوب زي زين الدين زيدان et de رونالدو ورونالدو. il veut devenir spécial، هو يريد ان يصبح سبيسيال، يعني راجل خاص او عاملي. réaliser son rêve، وان يحقق هدفه او حلمه. il est le meilleur joueur africain، هو افضل لاعب افريقي ستنيه هذه السنه. pendant une cérémonie، خلال الاحتفاليه organisée نظمت par la confédération africaine de football، بسبب اللي هو الاتحاد الافريقي لكره القدم اكرا وغانا. تمام كده؟ نشوف مع بعض الأسئلة. سو دو كومو، هذه الوثيقة إيه بتكون؟ أن ميساج إلكترونيك، أن فورم إن لوني، أن كارت بوستال، أن كونفرسيون، أنهي واحدة؟ رقم بي، فورم إن لوني يعني منتدى على الإنترنت. إنما الأولانية بريد إلكتروني، الثانية كارت بوستال بطاقة بريدية، الأخيرة محادثة. طبعًا لا يا جماعة، دي مش محادثة، ده عبارة عن آراء على الإنترنت. رقم 2 جورج اي مارك دون لي زافي، جورج ومارك بيعطوا رايهم عن مين؟ ان شونتور، ان ميدسان، ان ارتست، ان فوتبالور، ها اني واحده الاخيره رقم دي، ان فوتبالور لاعب كره قدم. انما الاولانيه شونتور مغني، الثانيه ميدسان طبيب، الثالثه فنان، يبقى اني واحده يا جماعه اللي هي فوتبالور. طيب نيجي بعد كده عندنا رقم 3 لو ديمونش الاحد 9 اكتوبر، محمد صلاح اغاني، فاز غانا، لو كونغو، لتالي، لا روسي، فاز على مين؟ الاولى على غانا. رقم 4 ليجيبت مصر فاجوي، مصر سوف تلعب او مونديال في مونديال ستنيه هذه السنه، ام قايل اون ايطالي، اون روسي، وغانا، اون ايجيبت، مونديال هذا العام كان ايه كان فين؟ اللي هي رقم بي، اون روسي في روسيا. رقم 5 ستنيه هذه السنه إيديفيني أصبح لو ميور جوير أفريكان، أفضل لاعب أفريقي، ده مين ده؟ زيدان، رونالدو، أبو تريكا، محمد صلاح، أنا واحدة الأخيرة محمد صلاح. رقم 6 اللي جبت مصر أبارتسي بشاركت بقى إن سيل، أم قايل كاتر فوا، سيس فوا، بلو دون فوا أو مونديال، أنهي واحدة الأخيرة؟ بلو دون فوا، أكثر من مرة في المونديال الأخيرة، بلو دو. الجملة اللي بعدها يا أولاد رقم
ستة بقى اللي يجي خلاص كده قلنا أكثر مرة. رقم سبعة الكونفدراسيون الاتحاد أفريقان الأفريقي دي فوتبول إيه بيكون؟ أو كونغو أو نيجيبت أو غانا أو روسيا. أني واحدة الاتحاد الأفريقي فينها؟ في أكرا فينها اللي طبعا رقم سي أو غانا. دي القطعة الأولى بتاعت محمد صلاح. القطعة الثانية يا ولاد نشوف مع بعض. Quel sport vous pratiquez pendant le week-end؟ أي رياضة بتمارسها أثناء العطلة؟ عندنا كم شخصية؟ ثلاثة. محمد 16 سنة، عندنا خالد 18 سنة، عندنا آية 20 سنة. كل واحد فيهم كانوا يفهم عن الويك إند العطلة. محمد بيقول إيه؟ جيم بوكو لو ويك إند، أنا بحب كتير العطلة، سيرتو خصوصا كون جو رون فيزيت، بحب كتير أول عطلة، وخاصة عندما أكون رون فيزيت بزور أميكوزا ولاد عمي. pour passer la journée لكي اقضي اليوم او النهار chez eux عندهم او في بيوتهم au village في القريه pour faire de la randonnée لكي اعمل randonnée تنزه او تجول. ده مين ده يا جماعه؟ ده محمد. ثاني شخصيه عندي خالد 18 سنه بيقول ما سير عليا اختي عليا ايموا وانا اون بريفير لي او كلوب بنفضل الذهاب الى النادي دي نوتر كارتيه النادي اللي في الحي بتاعنا الحي السكني بتاعنا pour pratiquer لكي نمارس beaucoup de sport كثير من الرياضات كم مثل le tennis التنس le football كرة القدم et le handball كرة اليد parfois احيانا je vais à l'école d'équitation احيانا بروح مدرسة الفروسية اوكير بالقاهرة. ده مين؟ ده خالد. طيب عندي آية 20 سنة je vais j'aime rester chez moi انا بحب البقاء chez moi في بيتي pour faire du yoga لكي امارس اليوغا ce sport هذه الرياضه كيميائيه بتساعدني à méditer في التامل et à me reposer واستريح après une longue semaine بعد اسبوع طويل de travail من العمل à l'université في الجامعه. شوف مع بعض الاسئله. سو دو كومو هذه الوثيقه ايه بتكون؟ ها ان لتر امل ان انكيت ان انونس اني واحده؟ رقم سي انكيت. يعني انكيت استطلاع راي على بعض الافراد يا جماعه مجموعه سيرش يعني بالانجلش بحث الى الرقم سي. انما الاولانيه لتر خطاب ميل ايميل والاخيره انونس اعلان. لا ده عباره عن ايه؟ انكيت معناه بحث او استطلاع راي او استبيان. رقم 2 ايه ريست شيال ايه بتقعد في بيتها بور اتيديه فير دو سبور لير اكرير. اني واحده؟ الاولى اتيديه تذاكر عشان الجامعه انما الثانيه فيردو سبورت تمارس الرياضه لير تقرا اكرير تكتب. لا انا واحده الاولى. خالد براتيك لسبور خالد بيمارس الرياضات اللي هي كلاسيك اكستريم كلاسيك انديفيديال نوتيك. خالد كده خالد كده يا جماعه مره ثانيه خالد بيقول اختي وانا بنحب كذا بنحب كتير الرياضات التنس والفوتبول. يبقى انا واحده الرياضات كلاسيك اللي رقم بي الكلاسيكيه القديمه انما كاستغام خطيره انديفيديال فرديه الاخيره نوتيك مائيه يبقى رقم بي. بارفو احيانا خالد في بيمارس ها يوجا اكيتاسيون تنس هوكي انهي واحده؟ رقم بي لما قال بحب الفروسيه يبقى رقم بي بيحب يمارس الخيل يبقى رقم بي الفروسيه. رقم خمسة دون سو دو كومو في هذه الوثيقه اون بارل بنتكلم دو سبور بريفيري الرياضات المفضله بوندو اثناء فاكونس ديتي لو ويك اند لي فاكونس دي نويل لو كونجي اني واحده؟ رقم بي اللي هي الويك اند في العطله. الاولانيه غلط فاكونس دي اجازه الصيفيه. الثانيه يا جماعه اللي هي الفاكونس دي نويل اجازه اللي هي راس السنه والاخيره اللي هي لو كونجي العطله يبقى خدنا رقم بي. رقم ستة محمد صلاح لو ويك اند عنده محمد عفوا باس لو ويك اند بيقضي العطله على كامباني اون فيل شيلوي او كلوب. محمد بيفضل يا جماعه بيروح عند زيارات والكلام ده فين حته قلنا اللي هي الاولى على كامباني في الريف لما بيقول احب راندوني انما الثانيه اون فيل في المدينه الثالثه شيلوي في بيته الاخيره او كلوب في النادي الاولى. اخر واحده ايه بتكون ها ايه اللي هي عندها 20 سنه. طيب بروفيسور اتيديونت جوز مونتوز انهي واحده بي اتيديون طالبه ليه يا مسيو ده 20 سنه طبعا في الجامعه طالبه مش دكتوره طبعا ولا مدرسه. نيجي حضراتكم بقى للسيتياسيون المواقف يا جماعه مع بعض. اول حاجه رقم واحد فو بروبوزي تقترح ان اكتيفيتي نشاط على صاحبك تقترح عليه هتقول ها ساتودي فير دو سبور تريبوني دي نو شوي كوبي جو في ريفليشير انا واحده الاولى ساتودي دي فير دو سبور بقول لك تمارس الرياضه الاولانيه انما اللي جنبها غلط تريبوني دي فكره كويسه. الثالثه نو جو شوي كوبي انا مشغول الاخيره جو في ريفليشير انا سوف افكر او باللغه العاميه سيبني افكر.
رقم 2 votre copine صاحبتك vous invite تدعوك à une fête de recette صاحبتك تدعوك لحفلة النجاح هتقول félicitations et merci je t'invite à ma fête de recette ma fête va rester va être chez moi samedi prochain comme la fête أني واحدة الأولى félicitations et merci مبروك وشكرا الجملة رقم 3 vous invite بتدعو votre copain صاحبك للحفلة هتقول دعيته للحفلة هتقول ايه رقم ها ب جو تانفيت ا ما فيت دي ريسيت انا بدعوك لحفله نجاح انا اللي بدعوك يبقى رقم ب انما الاولانيه مبروك وشكرا الثالثه انا لسه منظم حفله صغيره والاخيره غلط افي جرون بليزيت بكل سرور يبقى انا واحده يا جماعه رقم ب نيميرو 4 اربعه اولاد فو دوني فوتر افي اعطي رايك سيغ ان سبور اكستريم اعطي رايك عن الرياضه العنيفه اعطي رايك هتقول ها الاسكالاد اي دونجوروز جو بريفير لو تينيس الادور الاسكالاد جيم الاسكريم انا واحده الاولى اللي هي الاسكالاد اي دونجوروز صار الجبال دونجوروز خطير انما اللي جنبها انا افضل التنس السيب هي بتعشق التسلق والاخيره بحب المبارزه انا واحده يا جماعه الاولى الجمله رقم 5 فودي تيستي بتكره ان سبورت اكستريم بتكره الرياضه العنيفه هتقول برضو الاولى الاسكالاد اي دونجوروز صار الجبال خطير في طلبه عندي في سنتر يقول لك يا مستر عم تاخد الاخيره اقول له بص كده الاخيره مكتوب ايه دي لا بوكسي موتيفون اللي هو الملاكمه موتيفون معناها محفزه كويسه لا يبقى هي الاولى الجمله رقم 6 فوزيمي فير دو كاراتيه بتحب تمارس الكاراتيه فوتري بير باباك نكسبت بابا مش موافق هيقول سيتين بون ايدي سامودي دي فير دو كاراتيه سي ان سبور فيولون افيك جراند بليزير انهي واحده الى رقم سي سان سبور فيلو انها رياضه عنيفه الاولانيه غلط فكره كويسه الثانيه بقول لك تمارس معاها الكاراتيه والاخيره بكل سرور يعني واحده رقم سي رقم 7 فوزيمي فير لسكالاد بتحب تمارس التسلق فوتري بير باباك اكسبت بابا موافق هيقول ها الاولى اوكي مي فيها تونسيون موافق بس انتبه اللي جنبها ما بقولكش حاجه والثالثه دي رياضه عنيفه والاخيره تسلق جبال رياضه خطيره او عنيفه 8 فو ديموندي ا فوتر كوبا اسال صاحبك سي كيل فو بور فير دو فوتبول اسال صاحبك عما يجب ان يمارس به كره القدم هيقول الفو ان راكيت الفو ان بول الفو ان بالون الفو ان باني اني واحده رقم سي الفو ان بالون يعني بالون كره كبيره الاولانيه غلط راكيت مضرب الثانيه بول كره حديد التالتة بني سلة يبقى أنا واحدة رقم سي 9 فو بروبوزي اقترح نشاط على صاحبك هو قبل هو وافق هيقول ساتودي فير دو سبور تريبوني دي نو شو اكوبي جو نيفي با سا أنا واحدة رقم بي تريبوني دي فكرة كويسة إنما الأولانية بقول لك تمارس الرياضة التالتة لا أنا مشغول الأخيرة أنا لا أريد هذا لا الجملة رقم 10 أون فو بروبوز بقترح عليك إن دي فكرة فو اكسبتي أنت قبلت هتقول Ce n'est pas bon. Non, merci pour vous. Oui, j'accepte. Je ne peux pas. Ani wahda raqam C. Oui, j'accepte. Naam, ana mwafiq. 11. On vous invite bad'ouk à anniversaire. Bad'ouk li'id milad. Vous n'acceptez pas. Enta mwafiqtish. Hat'oul. Avec grand plaisir. Pardon, je ne suis pas libre. Cette idée ne me plaît pas. Je n'ai pas de travail. Ani wahda raqam P. Pardon, je ne suis pas libre. Asaf, ana mish fadi. الأولانية غلط افيك جرون بليزير بكل سرور الثانية هذه الفكرة بتعجبني والأخيرة جوني باري غلط معنيش شغل يبقى أنا واحدة رقم ب 12 بقى يا جماعة فو ديموندي افوتر كوبا اسأل صاحبك سيغ الاسكالاد عن التسلق هيقول اسأله عن رأيه عن التسلق هيقول ايه الأولى كومون تروف الاسكالاد ما رأيك في التسلق هنا يا جماعة كوم مش معناها كيف هنا معناها اكسبريشن معناها ما رأيك في تسلق الجبال إنما اللي جنبها كيسكي فومونسي ماذا تفكر فيه لا هي الأولى والثالثة كاليفو توبونيون ما رأيك في التسلق لا هي أنا واحدة الأولى والأخيرة تسلق سي موتيفون معناها محفز رقم 14 فو دوني فوتر افي اعطي رأيك عن الرياضة الكلاسيكية هتقول ليفيتي سي بون Je teste le delta plomb. Le football est un sport populaire. Le karaté est un sport collectif. أني هي واحدة رقم C. Le football est un sport populaire. كرة القدم هي رياضة بوبيلير معناها شعبية أو محبوبة. لكن اللي جنبها غلط. الكاراتيه رياضة كولكتيف جماعية. لا هي رقم C. 15. Vous êtes contre l'idée de quelqu'un. أنت ضد فكرة شخص ما. هتقول ضد فكرته. D'accord avec plaisir. Ton idée me plaît.
Je ne fais pas ça, je suis pour votre idée. أنا واحدة رقم C. اللي هي je ne fais pas ça, أنا لا أريد هذا. ده بالنسبة للجزء. طب الأولانية يا جماعة غلط. داكار افيك بليزير موافق بكل سرور. اللي جنبها توني دي مبلي فكرتك بتعجبني. الأخيرة je suis pour votre idée. أنا هنا موافق لفكرتك. يبقى أنا واحدة قلنا رقم C. نأتي مواقف تانية وأولى اللي هي التراكمية يا أولاد. Vous conseillez رقم واحد. Vous conseillez votre frère. انصح أخوك. Pour traverser la rue, لكي يعبر الشارع. هتقول له انصحه. Fais attention, fais tes devoirs, fais du sport, fais le lit. أنهي واحدة؟ الأولى فيها attention معناها انتبه. إنما اللي جنبها غلط. اعمل واجباتك. التالتة مارس الرياضة. الأخيرة fais le lit معناها رتب السرير الأولى. رقم اتنين vous demandez l'itinéraire. أنت بتطلب أو بتسأل عن خط السير pour la poste. اللي هو تعال للبوستة. هتقول تطلب أو تسأل عن خط السير للبوستة. هتقول comment aller à la poste? Tu peux m'aider? Prends la première rue à droite. Comment est la poste? أنا واحدة الأولى. Comment aller à la poste? كيف نذهب لمكتب بريد؟ إنما اللي جنبها غلط. Tu peux m'aider? ممكن تساعدني؟ التالتة خد أول شارع على اليمين. الأخيرة كيف شكل البوستة؟ هي الأولى. رقم ثلاثة pour s'informer لكي تستعلم sur le climat. استعلم عن المناخ، استعلم عن الطقس. هتقول quel temps fait-il? Il fait de la nation, il fait très chaud. Quelle est ta saison préférée? أنهي واحدة الأولى. Quel temps fait-il? ما حال الطقس. إنما اللي جنبها il fait de la nation بيار السباحة. اللي بعدها الجو حر جدا. الأخيرة quelle est ta saison préférée? ما هو فصلك المفضل؟ لا هي رقم إيه. أربعة pour décrire le temps عشان نوصف الطقس الموجود. هتقول il fait le lit, il fait de la nation, il fait très chaud. الام ليفر اني واحده رقم سي اللي هي الفيت ريشو الجو حر جدا. انما الاولانيه الفيلو لي بيرتب السرير، اللي جنبها الفيناسيون بيمارس السباحه، والاخيره الام ليفر بيحب الشتاء. اخر حاجه خمسه بور بارلي دي زاليمون دي ناتور لكي يتحدث عن عناصر الطبيعه بتحبها. تقول جادور لي ميزي اي لو بارك، جادور ما شامبر، جادور لي مونتاني اي لي مير، جادور لي فوتبول. انهي واحده رقم سي؟ جادور لي مونتاني اي لي مير، بحب الجبال والبحار. انما الاولانيه بعشق المتاحف والبارك والمنتزهات. اللي جنبها بعشق حجرتي. الاخيره بعشق الكره القدم. انهي واحده رقم بي؟ رقم سي باردون. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. جو فو ريميرسي بوكو تو مون كور، جو فو سواتي بال في بلان دي بونور اي بلان دي سوكسي افيك مسيو عمرو حجازي. اوروفوار.